بعيداً عن صخب المدينة وضوضاء الشوارع، بعيداً عن زحمة الطرقات في اسطنبول، تقدم لكم شركة تاكي للسياحة والسفر في تركيا رحلة سبنجا الريفية الساحرة، حيث الهدوء والطبيعة الخلابة. يبدأ يومكم عند وصول المرشد الذي سيرافقكم طيلة اليوم لمحل إقامتكم باسطنبول حسب الموعد المتفق عليه. نتوجه إلى القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول مروراً بجسر البوسفور، والوجهة إلى ولاية سكريا، والتي تدوم رحلتنا للوصول إليها من اسطنبول حوالي ساعة ونصف. حالياً يا جماعة نحن طالعين من القسم الأوروبي للقسم الآسيوي، يفصل قارة أوروبا عن قارة آسيا مضيق البوسفور. يا جماعة يتوزع على مضيق البوسفور ثلاثة جسور، راح أمر من الجسر الأول جسر البوسفور أو جسر شهداء 15 تموز. اول منطقه راح نشوفها على ايدنا اليمين هون، المنطقه اسمها اورتوكوي. اورتوكوي يعني القريه المتوسطه، طبعا هي احدى المقاطعات ال14 القسطنطينيه القديمه. وعلى زاويه الجسر يا جماعه من ايدنا اليسار في مثل قلعه، اذا شايفينها طارف قلعه، هاي القلعه اسمها رومالي حصار، بناها السلطان محمد الفاتح قبل فتح القسطنطينيه بسنه. هناك المضيق اضيف نقطه بالبوسفور، فلما بناها سنه 1452 طبق الحصار على قسطنطينة. وفي الطريق ستكون لنا استراحة قصيرة، حيث يمكن التقاط صور للذكرى، ومن ثم نواصل المسير لوجهتنا. بإمكانكم التقاط أجمل الصور والفيديوهات في المنطقة الجميلة هنا، تابعوني وشوفوا المنطقة من الجمال. هنا سبنجا، هنا الطبيعة الخلابة، حيث الهدوء والراحة النفسية. تبدأ رحلتنا الممتعة بزيارة معمل الحلقوم الشهير أحمد بابا، والذي يعد من أفضل معامل الحلقوم في تركيا، حيث يمكن للسائح تذوق أشهى وأفخر أنواع الحلقوم بالمكسرات والعسل، والتي تجذبك من الماضي الجميل إلى الحاضر الممتع. ميزة هذا المصنع يا جماعة أن المواد اللي تصنع فيه تصنع بشكل أولي وبشكل يومي، في أنواع منها محلاة بالعسل على الطريقة التقليدية. ومن ثم نزور قرية المعشوقية، والتي يعشقها كل من يزورها لجمال وسحر أنهارها، بالإضافة إلى جولة السفاري الممتعة التي تمكن السائح من الذهاب في جولة لأعالي جبال كارتيبي بواسطة سيارات جبلية تزيد الرحلة متعة. ومكملين جولتنا للسفاري يا جماعة باستراحة جبل كارتيبي، طلعنا الآن لأعلى نقطة بجبل خارتبة، راح نشوف الإطلالة لبحيرة سبنجا وبحر مرمرة. يا جماعة ناخذ فيها استراحة 15 دقائق، نلتقط أجمل الصور التذكارية، ثم نرجع من الغابة ونكمل جولتنا. مناظر تبعث في نفس السواح راحة وطمأنينة حين تلتقي خضرة الطبيعة مع زرقة الأنهار العذبة والمتدفقة من أعالي الجبال. إلى منطقة المحمودية نتجه، حيث ستكون هناك وجبة الغداء وسط الطبيعة الساحرة والجو الهادئ الجميل. مطاعم عديدة ومتنوعة تقدم أشهى الأطباق من الفطور الريفي والأسماك وغيرها من أحلى الأكلات. التزحلق على الحبال هي إحدى الأنشطة الترفيهية داخل الغابات ووسط الشلالات والأنهار. هنا راح نستمتع بجولة الزبلين الحبل المعلق مثل ما واضح علينا هون يا جماعة، راح نطلع من العمود الأول للعمود الثاني ونرجع بالعكس، طبعا ناخذ صور تذكارية جميلة جدا بالمنطقة هون، ومن بعدها نكمل فقرتنا القادمة إن شاء الله.
ارفع مستوى الأدرينالين في جسمك واختبر لعبة الحبل المعلق الرائعة والمزودة بمعدات أمان، حيث ستحلق بين الأشجار الخضراء وأنت تستمع لزقزقة العصافير وخرير مياه الأنهار. بعد التزحلق على الحبال نتوجه لزيارة معمل العسل، حيث نجد أنواع العسل الطبيعي ونتعرف سويا على فوائد كل نوع منه. أول نوع من العسل عندي هو عسل أزهار ربيع، أزهار مشكلة. هذا العسل سهل الهضم وخفيف على المعدة وبتميز بطعمه الحلو، فيستخدم عسل أزهار ربيع للفطور الصباحي والاستخدام اليومي وبناسب الأطفال جدا. طبعا الزعتر البري بيختص في علاج مشاكل الحاده والمزمنه مثل الربو المزمن، ضيقه النفس والحساسيه والسعال الجاف، فهذا بستخدمه في الحالات المزمنه وحتى في حالات التهاب القصبات. طريقه فحص العسل الاصح او الصحيحه بعد ما يكون العسل مرخص، فينا ناخذ معلقه عسل، هنشوف هلا مع بعض، نخلي معلقه عسل في الطبق بهالشكل هذا، وراح نضيف على العسل شويه ماء. في حال كان العسل طبيعي والنحل بيتغذى على ازهار طبيعيه، هذا العسل بعد ما نضيف عليه الماء رح يعطينا شكل سداسي، شكل ابيات سداسيه، هو شكل خليط. كما شرح لنا الخبير العسل عن هاي المحطه، اهم محطات فقراتنا اليوم، التي تشتهر في تركيا كثاني اكبر منتج العسل بالعالم. البيت المقلوب هو أحد المحطات الممتعة في رحلتنا، حيث يمكنكم شراء تذكرة لدخول منزل صغير مقلوب بطريقة مسلية، فرصة لالتقاط صور ممتعة ولطيفة. آخر وجهاتنا في رحلة سبنجا والمعشوقية هي زيارة بحيرة سبنجا الكبيرة التي تقارب مساحتها 40 كيلومترا مربعا، وهي بحيرة ذات مياه عذبة ويصل عمقها إلى أكثر من 52 مترا، وبإمكانكم استئجار مراكب تحتوي على بدلات بغية الاستمتاع بالمناظر الخلابة. آخر فقرات رحلتنا يا جماعة، بحيرة سبنجا هي مصب شلالات جبل قارتبة. تتميز هذه البحيرة بكبر حجمها وساعتها وشساعتها الهائلة، طبعاً مياه عذبة هي صافية، فينا نعمل فيها نشاطات البوت داخل البحيرة لمدة نصف ساعة، أيضاً فينا نعمل التزلج وأيضاً ركوب الخيل وغيرها من النشاطات الأخرى كآخر فقرة من رحلتنا اليوم. إلى هنا تنتهي رحلتنا، رحلة سبنجا والمعشوقية الممتعة مع وكالة تاكي للسياحة والسفر في تركيا. نضمن لكم برامج عديدة وثرية ممتعة وشيقة، فمرحبا بكم.